السلام عليكم، مرحبا بالناس لهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس لو معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزيل. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على سقوط حر للمنتخب الجزائري في تصنيف الفيفا. يعني هذا المدرب اللي كان يحلم يوصل 26 في العالم في الموند وما لحقهاش، كان 28 وعاود يولي 28 وعاود يولي يخدم 28 يعاود يولي 30 31 كل هذا الخطره. وكما نهار اللي قال لهم كوت ديفوار اليميني انت برك اليميني كوت ديفوار ديتها، تعقل نهار اللي يخرج بروميتور راك عاقل عليها؟ راك عاقل يخرج بروميتور؟ راك عاقل ما يخرج بروميتور؟ قال لهم الكوت ديفوار بلد المنظم اليميني، وعلى بالنا كوت ديفوار ديتها انت برك اليميني، على بالك بلي انت كون اللي كانوا مرشحينهم برك انت اللي اليميني برومي تور، خرجت مع خرجت مع الضعفاء، على بالك بيا ولا ما على بالك؟ قال لهم انايا انا مي جيت شفتها مرتبه 60، واه مي جيت خليتنا برومي تايا، قول كيف مي راح خلاها برومي في لافريك وخلاها برومي في العرب، يا تاجا ساتشي باش كما سيهود فيها، تاجا الكاراس. ايا وانت كي ما جيت صرتها فيك عاود رديت هذا مكان باش ما تزيدوش علينا، باش ما تزيدوش علينا. ابو الوطنيه عند الهيشر، انا ما قبلت واحد يعطيني دروس في الوطنيه، هذه هي انا نعرف روحي ولا. وان فشل المنتخب الجزائري في تحقيق طموح جماهيره مع بدايه سنه 2024 بعد النتائج الكارثيه في كاس افريقيا في الكوت ديفوار والخرج المذلة، وهو ما أثر بشكل مباشر في ترتيبه بتصنيف الفيفا المنتظر إصداره يوم 15 فبراير. وودع المنتخب الجزائري البطولة من دورها الأول والظهور بمستوى متواضع عكس ما كان يتوقع الجميع وينتظره، حيث كان محاربون من بين أكثر المنتخبات التي كانت يعني فارسة رهانات منافسة على يعني فرصة الرهانة على منافسة كأس إفريقيا. لكن لم يكونوا يعلموا بأننا ليس لدينا مدرب. أنا هذه تاع مدرب ما كانش عندنا مدرب، حنايا حنايا دينا كوب دافريك ومن بعد تمشي وحدها هكا تمشي وحدها. كان اللي غلط يقول لك تاكتيك عالمي ومنهم كان لا تاكتيك عالمي لا والو. ما كان عندنا لا تعطيك علامه لا والو، حنايا قعدنا نمشيو تمشي العب تيري من يعني ناس تلعب لي كاليتي تاعها، هو اصلا ما نجمش يلعب لعابه، عندك عوار عندك منا الشايبي عندك عندهم رو بلاصو ايكا مكاش هادي، عندك بالرحمه طرده وبعد يجيب لعابه اللي يلعبوا لي كاليتي اللي مضاري هما يلعبوا له، يعني جالسين عليه باللي هو باللي هو مدرب، هو ليس بمدرب هذه هي. بالتالي كاع وسيكون لخروج محاربي الصحراء من الدور المجموعات في كان تأثيرات كثيرة وكبيرة، آخرها ما بعد انتقادات اللاذعة والتي تلقاها يعني هذا المشرف ومطالبة عدة أسماء بالاعتزال وفسح المجال للاعبي الشباب ثم هذا الرحيل هذا المشرف عن تدريب الخوض، فإن الأخبار المؤسفة تتولى على الشارع الرياضي في الجزائر، وهذه المرة مع مركز المتراجع الذي سيحتله المنتخب في تصنيف الفيفا الجديد. يعني كيما جا قلت لكم اللي هما يعني قلت لكم انا في 2000 ما قلت لكم هادو راهم يخدموا لازم مين يروحوا يخلوها ارض حار ارض محروقه، نقول لكم انتم ماكم عارفين والو، كنتوا عارفين والو كيفاش هادو يخطوا، يا احنا يا ما كاش مورانا باذن الله الجزائر عندها رجال، واش خططتوا تقعدوا عليه هذاك يولي هكا حاجه هكا دايره وتقعدوا عليه باذن الله. انا جزائري وعايش هنا في الجزائر، واللي عنده حاجه معايا والله لا بكات امه قدام لا تبكي امه، اقسم لكم بالله العلي العظيم القواده اللي راهي في راسي والخرا اللي راه لاصق في راسي، اقسم بالله العلي العظيم اللي تاكل على روحه يجي يلقى شوبي، اقسم لكم بالله العلي العظيم الا بكات الا توغت عليك امك
متالي كاع، واللي مشي عجبتو يدو في الزبل. انا نقولها ونعاودها، واللي تاكل على روحو يلقى شوبي، اقسم لكم بالله لا توغط عليهم. واللي مشي عجبتو الهضره تاعي يدو في زبي ويروح ينيكم مه متالي كاع متالي. انا جزائر، انا نامن بالجزائر، ما نامن لا بزبي لا ول... ما نامن حتى بواحد. انا نبغي ليكيب ناسيونال، نتبع ليكيب ناسيونال، اللي يجي يخدم مرحبا به، ما خدمش يروح يربح متالي عادية. وراني عارف روحي، راني عارف صحابي، راني عارف انا هذه الهضره اللي نهضر فيها، مش راني نهضر على واحد ينتقد شوبين عايش في تم راسه ولا عايش في تلمسان ولا لا. راني عارف روحي، راني عارف روحي متالي متالي كاع. مشي واحد عايش، مش راني عايش في واحد، مش راني هذه الهضره اللي نهضر، مشي على واحد عايش في اوروبا شق البحر. هذاك اللي عايش في اوروبا لو كان جا حدايا كوراني نكلو مو، مي راه بعيد خليه يهضر. كي يجي خارج الصباح الفجر نيكه، نيكو مارطو ديرك نيكو موك هذيا. عاودوا نقولوا وين تراجع كبير المنتخب الخوض في تصنيف الفيفا، وكشف الموقع المختص في حساب يعني نقاط المنتخبات وفق يعني المعايير الفيفا المعمول بها، ان المنتخب الجزائري سيتراجع 13 مرتبه كامله في تصنيف الفيفا الجديد لشهر فبراير، ويصبح في المرتبه 43 عالميا برصيد يعني 1481 نقطه. وسيكون لهذا التراجع الكبير انعكاس واضح على المركز داخل القارة السمراء، إذ سيكون الخوض في المرتبة السابعة إفريقيا خلف المنتخب المغرب ب 12 عالميا، السنغال 17 عالميا، نيجيريا 28 عالميا، مصر 36 عالميا، كوت ديفوار 39 عالميا، وتونس 41 عالميا. وفقد محاربي الصحراء مركزهم بين الأربعة الأوائل في ترتيب المنتخبات العربية لصالح المنتخب القطري، والذي تقدم ب 20 مركز 38 عالميا بعد نجاحه في تتويج بكأس آسيا، ليصبح العنابي في المركز الثالث خلف المنتخب المغرب ومصر، بينما جاء المنتخب التونسي رابعا وبعدها المنتخب الجزائري خامسا على المستوى الوطن العربي. ها كيما جا كيما نهار الإصابة، كيما عاود ردها واش راكم حاسبين توم. وقدم الخوض في ملاعب كوت ديفوار واحد من أسوأ مشاركاتهم في تاريخ نهائيات كان كأس أمم إفريقيا، واحتلوا المركز الأخير ضمن منافسات المجموعة الرابعة والتي اكتفوا فيها بجمع نقطتين ونسوا وحسب ذلك بعد تعادلهم أمام أنغولا بهدف لهدف، ثم بوركينا فاسو هدفين لهدفين، ثم الخسارة يعني المستحقة أمام يعني موريتانيا بهدف لصفر ليخرجوا من الدور المجموعات للمرة الثانية على التوالي. خرجت إذلال، خرجت يعني تاع فاشل لي نورمالمون الناس تحشم باش تهدر. والجديد بالذكر أن المنتخب الجزائري والذي سيكون تحت إشراف مدرب جديد في الفترة القادمة على موعد مع اللعب مباراتين أمام بوليفيا وجنوب إفريقيا في الدور الدولية والتي ستقام في الجزائر خلال شهر مارس القادم، ثم يخوض بعدها مباراتين في شهر جوان أمام غينيا وأوغندا في إطار جولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم، ولن يعني يكون أمامه خيار سوى الفوز لتحسين مركزه في تصنيف الفيفا. هذه هي جمالية بغيتوها هاك. رانا من 2020 يا كورونا ملاح، رانا من 2020 نقول لكم بلي والله ما سعوا مدرب، والله ما عندنا مدرب ب 2020 عند ربي. رانا نهضروا حنايا، حنا هدرنا وكنا نقول لكم قبل فوات الاول، قبل فوات الاول. ها غير هذه ليلة انتو كيفاش عطوني دراهم؟ حقو يحشم كاع ما يقولش عطوني دراهم، حقو يحشم يروح يسكت ينسي روحو كاع ما يهدرش. حقو كاع الهضره ما يهدرهاش. انا نقول لكم والله كو جات كاع ما يهدرش. بصح شنو يدير هذه هي.
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بالجديد. واللي مشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم ان شاء الله. صحيتو.